هيدا بدها ستوري. انا رجع على لبنان 5 ايام قبل ما كفي سفرتي على استراليا، ولازم نروح يعني نمسك بالواجب ونعزي صديق عزيز لنا بس عايش بدوحة الحص. فنحن تركنا انطلياس على الساعة 11، نحن هلا الساعة 3، 12 1 2 3 longest day of my life. مش لانه 4 ساعات، لانه مقضيها مع هذا الزلمة. لازم بالقلب تخبر قد ايه تعلمنا اشياء وتسيرنا 100%. قطع الوقت بسرعة، قطع الوقت بسرعة ومش حاسين فيها، وتضحكنا وتسلينا وتعلمنا وحللنا وحكينا واشتغلنا وهيك. ما بعرف اليوم من انطلياس على طريق الجنوب، طلعوا هلا فرجيكم طريق. Amazing day. خلصت قصتنا 3 وربع، وكل هول الناس اللي فايتين عكس السير كانوا يلي سكروا سير اللي جاي من الجنوب، هلأ هني علقانين بالراوحة على الفيضة بوز بوز، ونحن فتحت الطريق ورايحين على موعدنا. أربع ساعات على القليلة بالطيارة، واحد بياكل بيتغدى بفوت على الحمام، 4 ساعات literally. بس وصلنا، لقيت الكاميرا وعملت فيديو ووصلت بس فيرسيونتك. أنا يعني علقت 4 ساعات بالعجعة مواطن الحي. الناس بتفكر أنه أنت بتطلع أكل من هون أكل من هون أكل من هون، ما طعمانا شيء. الروحة 4 ساعات، الرجعة قديش؟ الزلمة أمن حاله، حط الشنطة قعد ورا وقال له خدنا على المطار. والله لبنان قوي بدبر حاله هيك. وهيك بتخلص قصة نهار، وبرجع على البيت على الساعة 6:10 ان الله راد، اذا جوجل صدق. Long and interesting day، بعتقد بتورخ بتاريخ لبنان.